المناطقية بالسياسة خربت البلد، بتعرفي كل سياسي اليوم انتمائه لمنطقته مش للوطن، أغلبية السياسيين لا هو بجرب يكون للوطن بس منيح إذا كان مناطقي عال عم يخدم على القليل المنطقة اللي طلع ما هو نايب عن الشعب. نحن اللي وكلناكم تنوبوا، مش رح قول مطلوبين نحن بس منكم، أنتم مفروض نحن نأمركم شو لازم يكون بدنا منكم. بتحسبوهم يعني؟ لا مش رح نحسبهم، مش رح نحسبهم، ما هو بيكون طفى حاله مش ممكن يطلع مرة تاني. نحن هلأ بحديقة قصر معوض اللي بتبعد أمتار بسيطة عن السراي الحكومي، صوتك بيوصل هلأ دغري ديريكت، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم حبوا لبنان، حبوا لبنان وحبوا مصلحة الشعب. هودي ثلاث وصايا، لبنان ولبنان ومصلحة الشعب. اللي ما بيقدر يتفانى في سبيل وطنه الموت شهادة له، بتكون أفضل له. نجوى غنيتي الوطن، غنيتي وبيبقى الوطن مع أبو ماجد، غنيتي ليش مغرب يلي كانت صرخة لطبقة سياسية حتى وصرخة للناس اللي بلبنان وتوقفت يمكن انتست. غنيتي شيء سياسي؟ لا ما بدي غني سياسي، أنا ما بدي أروح على الشيء السياسي. في فرق خيط رفيع بين الغنية السياسية والغنية الوطنية صح؟ مزبوط، ما بحب اتناول الكتير سياسي ولا بحب حتى يعني احكي سياسي اللي حكيته. انا ندمت بكره رح اعمل لهم مونتاج. لا ما في مونتاج لانه رح نحكيهم بعد اكثر. بندم ليه بدي احكي سياسي؟ انا فنانه وبحب غني وهيدا فرح، ليه بدك تاخذيني على مطارح فيها طرقات طريق محبوب بتخافي طريق مش يعني محبوب. بتعملي خط الرجعه؟ لا لا ليه مش 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 مجالي. بس بتعرفي انت بتقري نجوى وبتتابعي وبتحضري سياسي وعندك كمان حضورك مع هالسياسيين وهالشخصيات اللي هن بإيدهم قرارات بالبلد، وأنا بعرف بإيد يعني بإيد أنا بشوف مين؟ بإيد مين؟ ما في حدا قرار هالبلد بإيده، قرار البلد مش بإيده. شو عايشي أنت وين بالصين؟ شفت إنك تحكي سياسي؟ لا بس إنه مش بحكي سياسي بس هيدا الشيء، ولاد صغار اليوم صاروا بعين عيد المواضيع لما بيكون قراره مش بإيده مش قادر يطلع بإيده موقف سياسي يقول له أنا ما بدي فوت بمعركة سياسية أنا مش قادر أقول فيها وقف وقعد، بدو ينقلي فيها وقف وقعد. ما في أحلى منك بس تحكي سياسي. الجمهور اليوم صار همه سياسي أكتر من الفن، بتقلقوا كفنانين بتقولوا هلأ همه سياسي أكتر؟ أول ما بتحطي لهم دف كلنا منقوم على الدف. أنا أول واحد. بس أنت ما بتفوتي فرصة حتى لو بتكوني بحفلة غنائية نجوى إلا إذا بدك تعملي موقف أو توجهي رسالة وطنية أو سياسية، بتستغلي حتى الثواني لو أنت عم بتغني على مسرح. لا والله ما بحب ما بحب يكون سياسية. لا لا طيب بتحطي شرط؟ دمعاني دمعة فرح بلقاء الأحبة والأهل والزعماء الأحبة السياسيين المجموعين واللي جامعيننا بالبلد. بتمنى أنه هالكرستين يضلوا حط بعضهم وما حدا يقدر يفرقهم. إيه كانت رسالة لأ؟ كانت تمني الأستاذ إلي بيك سكيف صحيح كرستو حد الوزير الأولى فتوش. بتعرفي وضع زحلي يمكن شو رح ننقل من الفن للسياسي جمانة شو أصلا؟ لا ما نحكي بكل شيء. وضع زحلي حساس واثنيناتهم محبوبين بالبلد وأنا بعرف أهل البلد أنه بيعانوا إذا ما كانوا حد بعضهم، بعرف لازم يكونوا حد بعضهم ولازم يكونوا مع بعضهم مش وحدهم بس كلنا لازم نكون مع بعضنا لحتى يكون هالبلد واقف عجري وإلا عن جد بتخرب الدنيا. طيب خلينا ننقل من إيقاع السياسي يلي منه كتير موزون بالبلد لإيقاع الفن وعم بحكي أكتر عن جديدك يلي ما كان بس كل جديد له رهجة، جديدك كان له سولو كمان، سولو إيقاع الطبلة. ما في نوم ما في نوم. اسمع الناس شو بتقول. وقت اللي كتار بيعانوا من قصر نظر، بالمقابل في ناس عندها بعد نظر، بس لما يصير الموضوع بثلاث أبعاد وقتها بتكون الأمور تخطت إطار المحلي وصرنا على موجة عالمية. في نوم غنية بتحمل مواصفات من الناحية الفنية والتقنية بتساعد انه يتنفذ عمل مصور بثلاث ابعاد 3D.
هيك كان رأي شركة سوني العالمية اللي اختارت نجوى كرم بالذات لتنفذ أول كليب بتقنية 3D بالشرق الأوسط، نظراً لنجومية وشعبية كبيرة تتمتع فيها كرم. وتزامناً مع تقديم العرض الأول لكليب ما في نوم اللي قام بإخراج وليد نصيف بحضور ممثلي شركة سوني وروتانا وأهل الصحافة والمعجبين بصالة السينما، الشارع كمان كان له كلمته. ما في نوم بعد اليوم لأنه كل الليل شغل شغل، مش عم توفي معنا بالبنزينات. ما في نوم ما في نوم ما في نوم بعد اليوم ما في نوم، لا بالليل لا بالنهار ما في نوم. ما في نوم ما في نوم ما في نوم لأنه ما في مخ عند الناس خدروا لبنان هيك. لا أكيد ما في نوم، ما في نوم من هالدولة. ما في نوم بعد اليوم إلا جنبك حبيبي. أنا بدي جن، ما رح كن بدي جن، شوف السماء قريبة. الدقة والإيقاع ما حبيت لا تدوم ولا تك، حتى الأولاد صغار بس يحفظوا يعني أكيد حلوة. دور لا دوم ركاتر اللي كتاكا دور لا دوم ركاتاسو تو كاتاسو دوتا دور لا دوم ركاتر اللي كتاكا دور لا دوم ركاتاسو تو كاتاسو دوتا. أحكي بطريقة جيدة، لا مش منو كان بيقدر يعملها بروفيشنال بالغنى. أغاني نجوى كرم بتعقد وهي كلها بتعقد. ما في نوم بعد اليوم إلا جنبك يا حبيبي. مع اختلاف وجهات النظر والآراء، نجوى كرم مرة جديدة قدرت تخض الشارع وتفتح أبواب جديدة للمنافسة، وعلى أنغام مفاجآتها وصوتها اللي بيعرف كيف وشو يغني، ما عاد في نوم بعد اليوم. شو؟ كله جرب وما حدا زبطت معه. في حدا انفجأني قال إنه هيدي ما حدا بيقولها غير بروفيشنال. مزبوط. وهو إنسان أكيد منه موسيقي. صح. أنا دينته هيئته مهمة، عارف شو عم يسمع. حبيت. أيوة. وحبيت المرة اللي قالت ما حبيت لا تدوم ولا تك. ليه عملتيون نجوى؟ لأغنية لو تغنيت بدون إيقاع طبلي بصوتك كانت نجحت؟ مش كانت نجحت، الميلودي رائعة. بس الفكرة بالغنية الأفشي. اليوم في فكرة بالغنية، في أفشي، في شيء بفرفح، وفي شيء أكاديمي. أنا ما عم زط للناس غنية لحتى يتعيب عليا أنه يكنوا شكتكي تكبوم شكتكي تكبوم، مش هيك أنا عم بعمل. بس في ناس ممكن تقلدك وما تعرف تعمل اللي عملتيه تخرب الدنيا. بس إذا ناس أكاديمية أو ناس فنانة عارفة شو هو الإيقاع بيعرفوا أنه دم تك تك دم دم تك 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 دم تك، هذا صعيدي مش نواري. قبل قلت تك دم تك تك دم، هلأ عمل دم تك تك دم دم في دم يعني إيه. في كل إيقاع فيه شيء. مرة قلها على تلفزيون مثلا الإيقاع المشهورين فيه الأغلب الهنود يلي تك 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 دم تك 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 دم تك 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 دم تك 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 دم، هيدا كراتشي بيقولوا له. في عندك الايوبي اللي اشتهر فيه الاستاذ زكي نصيف اغلب اغانيه مثل طلح بابنا طلو دم تدم تك دم تدم تك. طب ما هو هيدا ايقاع، هيدا ايوب بيقولوا له. يعني اذا ما عرف واحد انه الدم والتك هني بشكله تفعيلي لحتى تزين الغنيه تسلم وزيره الغنيه، ما بيعود إلى إيميل بلانش ونوار إذا ما كانت من قاسي على الإيقاع، وما بيعود في موسيقى. أكيد. بتتوقع الناس تقدر تلحق لك بهودي كلهم؟ الناس العادية اللي ما بتعرف. أنا مش طالب، لا أنا ما طلبت من الناس إنه يحفظوا كأكاديمي. أنا عملت فكرة للناس. ولما بده يكون في عادة نحن الفنانين لما بنشوف غنية ضاربة بنشوف ليش ضربت، شو قصة ضربت، أو لا سمح الله إذا فشلت بنقول ليش، شو كان ناقصها لحتى تفشل. الفنانين لازم بيعرفوا إنه اليوم في فكرة جديدة بتاخد غنية على نجاح أو لا. نجوى مين حط السولو قبل الإيقاع؟ يعني توني عنقة الطبلة ولا أنت؟ لا، توني عنقة كان عامل فكرة، كان عامل معزوفة له عم بيقول لي شو رأيك بهيدي المعزوفة؟
قلت له لشو بعد ما سمعني اياها؟ قال لي بدي اقدمها بالكونسرفاتوار. قلت له سمعني، مثل ما انا باخد رايه بكتير اشياء هو بحب ياخد رايي. سمعت قلت لا شيء بيوقف القلب. قلت له وقف وقف وقف، هاي امتى بدك تعزفها؟ قال لي عم فكر هيك زبط. قلت له لا ما تزبط شيء، انسى الموضوع هيدي لالي. قال هي ما بتتغنى، كيف بدك تغني؟ كيف بدك قلت له خيط شو بدك مني؟ سنتين ضلت الفكره موجوده عندي، وكل ما نحاول نرجلش فيها يطلع لنا مصيبه، نقول لا ما بدنا تبين تركيب، مش حلوه تركيب. نرجع نغير باللحن ونغير بالكلام. مدري كم مره مكتوب كلام ومدري كم مره معمول لحن. لحتى اخر شيء انسكبت سكب الغنيه. سنتين شغلت هذه الغنيه حرام، مش عشوائيا، اللي ما حب ما حب، بس باللي عارف يعني بقدر. اذا ما حبها مش مشكله، بس ما يقول انه هيدي شو. هاي الغنيه مش مره واحده بتتغنى عاده معك على المسرح، كل مره بتغنيها بيطلبوها اكثر، وهذا اللي صار. ولا مره غنيتها مره، ولا مره غنيتها يا اثنين يا ثلاثه اكيد مثل هلا.